أهلا بكم مشاهدينا الكرام في الملف الثاني من هذا المساء. تشهد العاصمة الأردنية عمان تعزيزات أمنية تحسبا لاستمرار الاحتجاجات. عبر المتظاهرون عن غضبهم من خلال أيام متتالية من الأوضاع الاقتصادية والصحية، مطالبين بإسقاط قانون الدفاع في وقت سجلت فيه المملكة أعلى حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة، والتي فاقت اليوم 10,000 إصابة. يسقط قانون الدفاع إضافة إلى تسقط حكومة الخصاون شعارات رددها الشباب الأردني بالمئات في العاصمة الأردنية، مطالبين رئيس الوزراء بشر الخصاون بالتنحي بعد وفاة 9 أشخاص في مستشفى السلط الحكومي بسبب انقطاع تزويدهم بالأكسجين. هذا وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد أصدر في وقت سابق مرسوما ملكيا بالموافقة على قرار مجلس الوزراء إعلان العمل بقانون الدفاع لمواجهة انتشار فيروس كورونا، إذ ينص الدستور الأردني على وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن في حالة الطوارئ. إذن هل التظاهرات الأردنية بداية شرارة ثورة أردنية لربما، أم أنها سحابة صيف عابرة؟ وهل التظاهرات الأردنية بداية موج احتجاجات واسعة، أم أنها فقط عابرة؟ وأم الحكومة قادرة على استيعاب الغضب الشعبي في ظل تردي الأوضاع المعيشية والصحية والاقتصادية؟ كل هذا وأكثر نطرحه على ضيوفنا الكرام، ولكن بعد هذا التقرير. إسقاط قانون الدفاع وإقالة الحكومة مطالب التمسها مئات المتظاهرين في العاصمة عمان وغيرها من المحافظات الأردنية لليوم الثاني على التوالي، رغم حظر التجوال الليلي الذي فرضته السلطات. احتجاجات الشارع الأردني، أو كما يصفها مراقبون بمظاهرات التقصير الحكومي، اندلعت عقب فاجعة نفاد إمدادات الأكسجين في مستشفى السلط الحكومي، ما أسفر عن وفاة 9 أشخاص معظمهم من مرضى كورونا. حادث أثار غضب المواطن الأردني الذي يعاني احتقاناً معيشياً واقتصادياً وصحياً نتيجة تفشي جائحة كورونا، حنق ترجم على أرض الواقع بإحراق المتظاهرين إطارات ورشق للحجارة. حدة الاحتجاجات قوبلت باستخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع من أجل تفرقة المتظاهرين واعتقالها لعشرات النشطاء. حملات الاعتقال تلتها حملات تخوينية هتف بها مؤيدو حكومة بشر الخصاونة، إلا أن النشطاء دعوا لتجمعات جديدة على منصات التواصل الاجتماعي وأرض الواقع. غضب الشارع تحول لغضب ملكي، إذ زار العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يوم الحادثة مستشفى السلط لتفقد الأوضاع الصحية، وأعلن الديوان الملكي من جهته عن إقالة وزير الصحة وتوقيف مدير المستشفى، إلا أن إصدار مرسوم ملكي بالموافقة على العمل بموجب قانون الدفاع للحد من انتشار فيروس كورونا في وقت سجلت فيه المملكة رقماً قياسياً للإصابات، يضع السلطات أمام معضلة جديدة. فهناك من يرى في الاحتجاجات المطلبية بداية لاحتجاجات واسعة النطاق وامتداداً لمطالب سياسية لم تستطع حكومة عمر الرزاز الاستجابة لها. والنقاش هذا الملف ينضم إلينا من نيويورك دكتور نصير العمري. أهلا بك دكتور نصير، المحلل السياسي معنا. وينضم إلينا أيضا من واشنطن السيد بشار جرار، المحلل السياسي. أهلا بك سيد بشار معنا أيضا. ومن عمان ينضم إلينا الأستاذ سيد عمر رداد، خبير في الشأن الاستراتيجي. أهلا بك سيد عمر، وأبدأ هذا النقاش معك وأنت في عمان. عمليا هل هذه التظاهرات كما يقال بأنها سحابة صيف عابرة، أم عمليا هي بداية موجة لتغيير سياسي في الأردن؟ مساء الخير لك وللإخوة ضيوفك والمشاهدين. أعتقد لا نستطيع أن نحكم أنها سحابة صيف عابرة أم أنها ستستمر، وأعتقد أن إسباغ ألفاظ ومصطلحات من نوع أنها تؤسس لثورة عارمة ضد نظام الحكم، أعتقد كل هذه تعبر ربما عن رغبات ما يجري، حقيقة ردة فعل طبيعية جدا على ما جرى، مبنية على تراكمات كثيرة جدا
هذه التراكمات تعكس الموقف الشعبي مما يوصف بفشل الحكومة، الحكومات حتى من أيام حكومة الدكتور الرزاز وحكومة بشرى الخصان الحالية، ما يوصف على الأقل من وجهة نظر الشارع أو قطاعات واسعة منه بالفشل الذريع في إدارة أزمة كورونا، تترافق مع أزمة انخفاض منسوب الثقة بين القرار الحكومي والقيادات الشعبية أو مستوى أوساط الرأي العام بشكل عام، إذ أنه مستويات هذه الثقة المنخفضة انسحبت اليوم ليس فقط تجاه الحكومة بل تجاه مجلس النواب وتجاه مجلس الأعيان، بمعنى انسحبت ومجلس النقباء والهيئات التمثيلية، كلها أعتقد مربوطة بالظروف الاقتصادية الصعبة، عدم المعالجة لتداعيات كورونا وتحديدا في جانبها الاقتصادي، لعل الأهم من ذلك الجانب الاقتصادي الذي فشلت. سنخوض أكثر هذه الحيثيات سيد عمر خلال الحلقة. أنتقل إليك سيد بشار. إذن على ما يبدو وقرارات إن كانت قرارات الملك العاهل الأردني عمليا حاسمة، إلا أن عمليا المحتاج الأردني لم يمتنع وخرج إلى الشارع لكي عمليا يعكس عمليا غضبه على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية والصحية أيضا، كيف تقرأ ذلك؟ أنا أقرأ ذلك كأردني كأمريكي بحزن شديد على ما آلت إليه الأمور بسبب جائحة كورونا. هذا الطاعون الصيني كان من المعلوم أنه سيربك اقتصادات وإدارات عريقة في دول غنية، فما بالك الحال بدولة تعاني الأمرين جراء حروب وأزمات عصفت في الإقليم برمته. وكان هناك أثمان سياسية دفعها الأردن إزاء الكثير من المواقف، إضافة إلى الإشكال الداخلي أو المشكلة الداخلية المزمنة، وهي أن الحكومات المتعاقبة للأسف ما زالت قاصرة على تطبيق الخطاب الملكي من جهة، وتطبيق أيضا الطموحات والمطالب التي تضغط من الأسفل، كما وصفها يوما ما العاهل الأردني جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين بأنه يضغط من الأعلى والناس تضغط من الأسفل، بمعنى أن تحرك هذه العربة الحكومية حتى تحقق الإصلاحات المطلوبة. ما يجري الآن هو صدمة أخرى ليست الأولى، هناك العديد من الصدمات التي أحدثتها مآسي بالصميم، منها كارثة البحر الميت، منها حتى الهبات أو ما وصفت بالانتفاضات الشعبية كان مردها دائما لأسباب اقتصادية تعبر عن نفسها باضطرابات اجتماعية يركب الموجة. بعض المحترفين محترفي الأزمات في الداخل والخارج حتى يتم الضغط على الأردن السياسي لأسباب نعلم جميعا من هي وما هي. ما هي الأسباب بحسب رأيك؟ الأسباب في وجهة نظري وبمنتهى الوضوح، هناك محاولة للضغط على الأردن في أكثر من ملف. للأسف تنامت هذه الضغوط ووصلت إلى النقاط التي من السهل العبث بها، وهي أزمة الثقة. هنا المشكلة، المشكلة لم تتغير أبدا. كلما اشتد الضغط على الأردن هناك من يحترف اللعب بقضية الثقة، ثقة الناس بالحكومة، ولكن الثقة بالعرش والمخابرات والأمن العام والجيش الأردني لن تهتز، وهذه أوهام. ابقى معنا سيد بشار، هذه نقطة مهمة لقد طرحتها ليطمئن الجميع. أنتقل بها إلى دكتور نصير. دكتور نصير، إذن هنالك عمليا أطراف تريد أن تركب هذه الموجة عمليا لتزعزع الثقة ما بين الشعب والحكومة ولربما أيضا القيادة في الأردن، ووزير الإعلام الأردني عمليا تحدث عن هذا وقال أن هنالك أصوات تستغل هذا الموضوع والتي تريد أن تركب هذه الموجة مثلما قلنا، وقال بأن عمليا الأردنيون يحتاجون هذا جزء مكفول وهو جزء بسيط من حقوقهم. ماذا ترد على ذلك؟ أرد على ذلك بأن هذا ما يروج له نظام الأردن الفاسد المخابراتي، ولا يستطيع أحد أن يقول لي بأنك لا تعلم، لأنني كنت في الأردن وكنت أحاول أن أشارك في الحياة الحزبية وكانت المخابرات تسخر منا وتطاردنا وتجمع المعلومات عنا. إذا لا يوجد عملية سياسية. هذا الملك في الحقيقة هو الذي يعين رؤساء الوزراء، ورؤساء الوزراء تقليديا هم من النخبة الفاسدة
وملفات الفساد معروفة، وملك الأردن نفسه يتربع على عرش الفساد. ملك الأردن هو الذي هرب وليد الكردي ابن عمته، زوج عمته المتهم بنهب الفوسفات، هربه من الأردن أمام أعين الأردنيين. اتفاقية الغاز مع إسرائيل اتفاقية سرية يستفيد منها ملك الأردن. إذن كل ما سمعناه في الحقيقة هو يعني كلام مخابراتي وأمني، نظام فاسد، ملك ألغى الدستور ويحكم بطريقة مباشرة من خلال المخابرات ومن خلال الأمن، وكل فترة تخرج علينا هذه المشكلة وتخرج قضية فساد، والكل يعلم بأن الفساد ينخر جسد الدولة، لأنه لا يوجد دولة حقيقية في الأردن. تم تغيير الدستور، تم التلاعب بالدستور، هذا الدستور كان نيابي ملكي، هذا الملك جمع السلطات كلها بيديه ويحكم اليوم من خلال واجهات تسمى، يعني مرة يسميها واجهات من خلال مثلا، يسمي هذه الواجهات مثلا واجهات عشائرية أو غيرها، ولكن المتحكم بالدولة هو ملك الأردن ويحكم بطريقة فاسدة وبطريقة مباشرة. نعم، هذا رأيك. إذن ابقى معنا دكتور نصير. سيد عمر الرداد، عمليا القضية على ما يبدو هي قضية أوسع إذا ما نظرنا إليها بطريقة إقليمية، هنالك خيوط سياسية لربما تضغط على الأردن في قراءات معينة، والوضع عمليا الاقتصادي يعني وصل إلى أسفل القاع عمليا بعدما كان هنالك نزوح من الطرف السوري إلى الأردن وفق التقارير. بلا شك، بعيدا عن العبارات التي تفضل فيها ضيفك قبل قليل، نعم، وأنا أتحفظ من الكثير منها ولم آتي هنا لأرد عليه وأحول هذا البرنامج إلى اتجاه معاكس بقدر ما نذهب إلى التحليل. لكن من السهل جدا إثارة عبارات عمومية لم يثبت عليها الدليل، وتقول الأردن فاسد وأمريكا فاسد، سوريا أي نظام، على أي حال. الأردن اليوم يعاني وسط أزمات إقليمية حقيقة، يتداخل الأزمات الداخلية مع الأزمات الإقليمية. أنا رأيي اليوم ليس قضية السلط فقط، لكن لنتذكر 4 سنوات في عهد ترامب كوشنير يزور المنطقة، مطروح كان صفقة القرن. الأردن وجلالة الملك اتخذ موقف واضح جدا وصمود، وكان لابد من دفع أثمان كبيرة جدا. كان هناك تحالف أيضا مع دول الخليج، رأينا كيف تمددت علاقات نتنياهو مع دول الخليج وتحت عناوين التطبيع وما شابه. الأردن لا ينكر ولا يرفض السلام مع إسرائيل، لكن ضمن شروط وضمن المبادئ والثوابت اللي أكد عليها ممثل بالدولة الفلسطينية وضمان حقوقه المختلفة في قضايا الوضع النهائي. أنا تقديري إجابة على سؤال وبشكل مباشر أن ما يجري في الأردن اليوم من أزمات اقتصادية، ما يجري من بمحيطنا الإقليمي من حالة من الفوضى والانفلات الأمني، وكما تفضل ضيفك الأول أيضا من أزمات اقتصادية مرتبطة بما جرى في الإقليم حتى قبل انتشار فيروس كورونا، كان هناك أزمات مستفحلة وأزمات حادة جدا حقيقة. اليوم يبدو أن الصورة تتجدد بإضافة تداعيات أزمة كورونا. الصورة الإقليمية قناعة اليوم على النحو التالي: بعد فوز الديمقراطيين وفوز بايدن، يبدو أن الأردن بقيادة جلالة الملك بدأ يتنفس الصعداء بعد 4 سنوات من الضغط. ونحن نرى اليوم سواء لقاء جلالة الملك مع الرئيس السيسي أو لقاءه مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد والشيخ محمد بن زايد إلى آخره، واضح جدا اليوم أن الأردن إضافة للعلاقة مع نتنياهو وليس العلاقة مع إسرائيل. كل هذا يشير إلى أن الأردن مقبل على دور سياسي ما، يراد لهذا الدور أن يبقى جامدا أن يبقى ضعيفا. إذن ليس هناك خيوط خارجية سياسية عمليا تحاول زعزعة الاستقرار في الأردن بلا أدنى شك، لكن أعتقد هذا إثباته أو نفيه يرتبط بالأجهزة الأمنية والأجهزة الاستخبارية وما يتوفر عليها من أدلة
وربما تكشف بعض التحقيقات في على هامش قضية السجين في الصلت. أعتقد أن يعني خاصة أن السياقات الزمنية غير معزولة، لا يمكن أن تكون معزولة عن بيان صدر عن السفارة الأمريكية في عمان يحذر الرعاية الأمريكيين من الذهاب لمناطق بعينها بحجة الإرهاب والجريمة من بينها الصلت تحديدا، ثم لا يمكن فصلها عن الموقف المتصاعد الذي جرى بين الأردن ونتنياهو بعد قضية الطائرة لا يمكن فصلها. أنت قلت سنأتي على هذا ونستطرد عمليا في هذا المحور. عودة إليك سيد بشار، أعلم بأن لديك هناك يعني عمليا تعليق على ما قاله الدكتور النصير العمر، ولكن أطرح سؤالي قبل ذلك. إذن هذه الاحتجاجات في عمان عمليا هي تعبر عن الشعب أو تعبر عن المحتج والمواطن الأردني، والذي لربما يبحث عن تغيير جذري وليس تغيير مسؤول هنا أو هناك. إلى أي مدى عمليا الحكومة الأردنية الحالية والعاهل الأردني لهم بأن يستوعبوا هذا المطلب الأردني؟ دانيال، يتسع صدرك وصدر الآخرين وأستميحك بعقد مقارنة بعد تساؤل كبير. أنت تستضيفي ثلاثة أردنيين يتحدثون في شأن الأردني. مشكلتنا قد تكون، وأنا يعني أبوح بهذا وهذا ليس سرا، أن لدينا إعلام لم يستطع أن يواجه أعداء الداخل قبل أن يواجه أعداء الخارج. لدينا إعلام مرعوب وبسبب إدارات مرعوبة. الله يسهل على أول رئيس وزراء في عهد عبد الله الثاني عبد الرؤوف روابده أزمات الأردن إدارية. وأقول أن أيضا في عهد الراحل الحسين العظيم، الذي لا أسمح ولا أنتظر من أي أردني أن يسيء لا إلى الأردن ولا ميراثه، هذا الأردن الذي ترك لنا الحسين العظيم هذه الأمانة. أقول عبد الكريم الكبريتي رئيس الوزراء عندما عهد إليه، دعني أكمل، عندما عهد إليه بأن يتولى القيام بثورة بيضاء، كما لا تقاطعني دانيال، هل كان عمل CIA أم لم يكن عمل CIA؟ هذا ما قالته الاستخبارات الأمريكية. لو سمحت دكتور النصير، سأتحول إليك بعدما نستمع إلى ما يقوله السيد بشار جرار. لو سمحت دكتور النصير سنعود إليك. دكتور بشار، أكمل فكرتك لو سمحت. بصريح العبارة، نعم عزيزتي، لا تسمح لأحد بمقاطعتي فأتم فكرتي باختصار مباشر. المشكلة في الأردن عدم رضا شعبي من نهج حكومات فيها مشكلة إدارية بحتة. لا يجوز لدولة من خلال جوابك سيد بشار، الإرهاب وتنظيمات وأدوات أنظمة محاصرة للأردن، لا يجوز أن يقال لها أن تدار بأسلوب مخابراتي. من خلال جوابك سيد بشار، التنظيمات الإرهابية، فهذا لا يجوز. من أردني أمريكي يعلم جيدا كيف تطيق الآن الأجهزة الأمنية الأمريكية. دكتور نصير سنأتي إليك لو سمحت. الديمقراطيين على حريات الناس عندما قالوا هناك تزوير في الانتخابات. نعم، إذا عمليا من خلال جوابك أنت أجبت أيضا على الشق الأول من تساؤلي دكتور بشار. لنستغل أيضا الوقت، من خلال حديثك يمكن عمليا استخلاص واستنتاج بأن الحكومة اليوم غير قادرة عمليا على سد المطلب الأردني، وأنها حكومة منقوصة. إذن هل يمكن عمليا باستبدالها لربما استنتاجا هناك عجز نعم يا سيدتي، كما هو عجز في أمريكا أيضا. هناك مسنين ماتوا في نيويورك تحت أنف الضيف من نيوجيرسي ومن نيويورك، ماتوا كبار سن بسبب سوء إدارة كومو الجوفرنر الديمقراطي، ولم يقل أحد. إذا أنت قلت أن هنالك عجز من الماضي، عجز سابق عمليا سيد بشار، هناك فشل إداري بسبب ضعف الحكومة. طيب هذا الفشل الإداري ألا يتحتم عليه فك الحكومة سيد بشار عمليا، أم أنها ليست هذه عمليا النتيجة المرجوة؟ من المعلوم هناك كوارث. لأقتبس لك مثالا من إسرائيل، إسرائيل يتعاقب فيها الأحزاب وتقع كوارث لا تعني أي شيء القضية لا إعلامية ولا سياسية. هناك قضاء، القضاء الآن يحقق. هو إن قال أن هناك تقصير لدينا رئيس وزراء، أنا أرفع له القبعة عندما قال أشعر بالخجل والألم. هذه لغة جديدة في الأردن، يجب أن تحترم وتدعم.
ولكن هناك مشكلة بتشكيل حكومات. أنا أتفق تماما، هناك خلل، لأن من يأتي يأتي ليعد كيف يكون هناك مكتسبات لمن بعده. يجب أن يأتي من يقول أنني أقود هذه المهمة، سواء شتمني الناس أو لم يشتموني، أقوم بواجبي بائتمان واقتدار. هاي مشكلة في الأردن سيدتي. أنا آسف، اتضح الخلل. عبر تفضل معنا بالبقاء سيد بشار، لنعطي أيضا للدكتور نصير. دكتور نصير، كان لديك هنالك رد على ما قاله السيد بشار جرار معنا من واشنطن، وأيضا بالإضافة لذلك عمليا جزء كبير من دول العالم ومن ضمن عمليا إسرائيل، يعني من الصعب عمليا تحميل المسؤولين عمليا الأمور الصعبة التي تجري في الدولة، مثل عمليا الضحايا ضحايا كورونا. وبنهاية المطاف عمليا وزير الصحة الأردني اعترف وقال بأنه تقصير، وهو يخجل من هذا الموضوع. إذن أليس هذا مؤشر إيجابي على السلوك الأردني وبداية شفافية كبيرة تنقص في الشرق الأوسط؟ لا يوجد شفافية، نظام الأردن يزور الانتخابات النيابية، وهذا باعتراف رجالات الدولة في الأردن، قالوا بأننا عيننا مجلس النواب يتم تعيينهم من دائرة المخابرات، وهذا بإشراف من ملك الأردن شخصيا. ملك الأردن لا يريد إصلاح سياسي، وملك الأردن هو متورط في الفساد، وملك الأردن الإخوة يعني يقولون بأنه يقف صامدا والرجل مستهدف. يعني الرجل شارك بصفقة القرن، الرجل شارك بصفقة القرن وأرسل وفدا إلى البحرين، والرجل يعني يقولون مستهدف. من مستهدف؟ من إسرائيل. وقع اتفاقية غاز سرية مع إسرائيل، مجلس النواب الأردني لا يعرف عنها. مجلس النواب الأردني المخول تشريعيا في أن يوقع على هذه الاتفاقية، قالوا له ليس لك من الأمر شيء، هذه وقعها جلالة سيدنا وانتهى الموضوع. إذن لدينا حاكم، إذن لدينا حاكم، لدينا سيد حاكم عمر، سننتقل إليك. بعد قليل. يحكم بطريقة فوق الدستور، تجاوز على الدستور، جمع السلطات بيده ويحكم من خلال المخابرات، ولا يستطيع أحد أن يقول لي غير ذلك، لأنني أنا كنت أعيش في الأردن وأعرف كيف أن المخابرات تعمل مباشرة. طيب. ومرتبطة بحاكم فردي يحكم بطريقة خارج عن القانون. لا يوجد رئيس وزراء في الأردن، ولا يوجد حريات، ولا يوجد أحزاب. هذا الملك يحكم عن طريق القمع، ورأينا النداءات في المظاهرات يوم أمس تقول الشعب يريد إسقاط النظام، وهذا الشعب مقموع، ويوم من الأيام سيستمع العالم إلى أن نعطي السيد عمر أيضا عمر الرداد ليرد على ذلك. سيد عمر، هل كان هذا الشعار وارد في الاحتجاجات ليسقط النظام مثلما كان في دول أخرى عمليا، يعني سيناريو يعاد في سوريا اليمن والعراق؟ يعني هنالك اعتقاد أيضا سائد يقول بأن الأوضاع الداخلية هنالك من يريد بأن يزعزعها عمليا من قوى خارجية أخرى، هنالك ربط أيضا بين الملف الخارجي والداخلي في الأردن، قراءتك؟ بلا أدنى شك هناك ربط بين الملفات الداخلية والملفات الخارجية. بالداخل كما تفضل الإخوان هناك مشكلة اقتصادية يتم استثمارها من قبل أي جهة. نحن لا ننكر، الأردن لا ينكر حقيقة هناك العديد من المشاكل والعديد من المآخذ والعديد من الملفات التي يمكن فتحها على الصعيد الشعبي وعلى صعيد الحكومات، ملفات الاستثمار، ملفات الاقتصاد. لا نقول أن جمهورية فاضلة، لكن استمرار الكيل والاتهام لجلالة الملك بهذه الصيغة. الأخ المتحدث الأخير قبل قليل، إذا بدنا نأخذ تحليل نعم دكتور نصير العمري اسمه، نعم دكتور نصير العمري، يا أستاذ نصير العمري، لا يمكن أنت يعني الذهاب باتجاه جلالة الملك وأنه المسؤول. هذا كلام غير منطقي حقيقة. هذا التحديث عندكم أنتم، نحن لا نقدس حكام، نحن لا نقدس حكام، نحن نرمي الحاكم بعد أن ينتهي مدة نرميه خارج الكرسي. طيب أنتم دكتور نصير، لنعطي السيد عمر أيضا ليكمل جملته. نعم، ما دامك دكتور أنت قطعت على الضيف الأول والضيف الثاني، وهذه أساليب المعارضة في الأردن وفي الخارج، كلام معيب، يجب أن نلتزم بأدب الحوار قبل كل شيء. طيب دافع عنه يعني، لو سمحت دكتور نصير نعطي كافة الضيوف. تفضل سيد عمر، أكمل فكرتك، تفضل. الأردن داخليا لا يمكن فصله عما يجري في الخارج من استهداف إقليمي،
نعم لدينا العديد من المشاكل الاقتصادية ومشاكل اجتماعية ومشاكل بالإصلاح والتنمية والديمقراطية، هناك العديد. لا الأردن مكشوف ولا أحد ينكر ذلك، لكن لا يمكن تحميل جهة بعينها مسؤولية ما يجري. الشعب مسؤول اليوم، صحيح تخرج المظاهرات، إذا لو كان في دولة أخرى وفي ظل الحظر حقيقة، لو كان في سوريا ولا في العراق لا يحدث ذلك أبدا. اليوم ما أريد أن أقوله بخصوص قضية الصل تحديدا، الدولة هي التي أعلنت الموضوع، الحكومة هي التي بادرت للاعتراف بوقوع كارثة. اكتملت الفكرة للأسف، الوقت داهمنا يعني يطول الحديث. شكرا لك سيد عمر الرداد، حدثتنا من العاصمة الأردنية، خبير في الشأن الاستراتيجي. وشكرا لك سيد بشار جرار المحلل السياسي، حدثتنا من واشنطن، والدكتور نصير العمري المحلل السياسي، حدثتنا من نيويورك. شكرا لك. مشاهدينا بهذا وصلنا إلى النهاية، إلى اللقاء، كل خير.